نزيح غبار الزمن، نمسح التراب عن جبين التاريخ، نسمع حكايات وأساطير. بابل شهدت فترات حضارية كبيرة من حوالي تقريبا 4000 قبل الميلاد. هناك دلائل على سكن هذه المدينة وأهميتها، أيضا لاحقا نجدها في 1003 قبل الميلاد. نصر يقول أنه جعلت لونها بلون اللازورد، هو اللون الأزرق اللي هو زاقن في السومرية اللازورد، أو أوقنو أو أوقني في اللغة الأكادية. فهذا اللون يعتبر لون إلهي مهم. ترد بابل في الكتابتين السومرية والأكادية. الصيغة الأولى في اللغة السومرية هي كادينغارا، ويقابلها باب إيلو أو باب إيلم، لها معنى واحد، هو باب الإله أو باب الآلهة. نسمع أنين جلجامش وهو يبكي بحرقة على رحيل صديقه أنكيدا، لنسمع ما ترويه الحجارة، لنرحل معها إلى بابل وآثارها التي ما زالت شاهدا. كن معنا وبابل التاريخ والحضارة في مرايا الأثر.